Determine the reactions at A, يعني A y في A x، بس بصفر ما عندناش forces أفقية، و B يعني عندنا B y for the loaded beam. اللودز اللي عندنا مثلث ومستطيل ومثلث. المثلث ده نص القاعدة في الارتفاع، فخلينا نقول كده نص القاعدة 0.9 والارتفاع 2.4 يساوي نص القاعدة في الارتفاع 1.08 كيلو نيوتن. هنا القاعدة في الارتفاع طبعا عند التلت يعني كلها 0.9، يبقى 0.3 متر و 0.6. هنا 0.75 و 0.75. هنا المثلث يبقى التلت 1.2 يبقى 0.4 و 0.8. هنا القاعدة في الارتفاع، ف 2.4 في 1.5 3.6. هنا نص القاعدة في الارتفاع، فنص القاعدة في الارتفاع يساوي كأنها 1.2 في 1.2 1.4 كيلو نيوتن. يبقى احنا عندنا 3 فورسز وعرفنا اماكنهم فين. هناخد المومنت هنا مرة، ممكن نقول المومنت هنا مرة، ونتأكد ان دول يساوي مجموع التلاتة عشان نبقى متأكدين احنا حلنا صح. وممكن تاخد مومنت مع سيجما اف واي زي ما انت عايز. سيجما المومنت عند الاي يساوي صفر. هتقول احنا هناخد عند الاي ده معانا 1.08 في مسافته 0.3، 3.6 ضدنا في 0.75، 1.44 مع قارب الساعة ضدنا 1.5، 1.9. طب البي واي معانا في 1.5 يساوي صفر. اذا البي واي بتساوي، يلا نحسب، 1.08 في 0.3 ماينس 3.6 في 0.75 ماينس 1.44 1.9. كل دول راحوا من هناك يصيروا موجب على 1.5، يطلع الجواب موجب 3.41 تقريبا. كده جبنا الرياكشن الاولاني من سيجما المومنت عند البي يساوي صفر. انا افضل كده عشان ما تعتمدش على النتيجه دي، لو دي غلط الدنيا هتطلع غلط لو استخدمت سيجما الاف واي. هناخد مومنت هنا ده معايا 3.6.75 وال1.08 1.5 1.8 اللي عكسي 1.44 في 0.4 والاي واي عكسي برضو يعني مع عقارب الساعة عكس ده في 1.5. اذا الاي واي يلا كده 3.6 في 0.75 1.08 في 1.8 1.44 يساوي، دي راحت من هناك هقسم على 1.5 2.7121. لما اجمع الاتنين دول لازم يطلعوا دول، بصوا كده 2.71 زائد 3.41 طلعوا 6.12، 6.1 2.10. تعال نشوف بقى دول 1.08 زائد 3.6 زائد 1.44 طلعوا 6.18 بالظبط. معنى كده ان احنا صح.